اوكي، احسن يوتيوبر سوري في نظرك؟ بصراحة انس مروة زلمة سفاح كثير بحبه، ورامي عبد الحي خرافي. في شيء وقع؟ ليش ما بتنتقد العراقيين هواية؟ انا هواية احبكم يا اخي. مش عارف ليش الاسئلة كثير عن البلدان اليوم، بس ما بطلع على البلد الجنسية اللي بنتقدها، فحسب تصرفات الشخص. اوكي. والله شكرا يا اخي. والله يا اخي شكرا يا اخي. ليش كله مدح يا جماعه؟ احنا شو مش بيننا هالشغلات يعني؟ تمدحوني يصير امدحكم؟ بتحبوا اصير احكي شكرا لكم يا اصدقاء؟ والله لو لكم اول شيء يعني ما بزبط الكلام، ما في بيننا رسميات يا خلاص.